باش نستمروا، لانه مع هاد الناس هادو كنشعروا بنفسنا انه علامة الدار على باب الدار، كل شيء مهدد. نبداو بالدين ديالنا هو الاساس، حيت الاخوان خصكم تفهموا واحد القضيه، حنا اليوم الاخوان كنعيشوا في واحد الزمان اللي ما بقات حتى شي دوله بوحدها، كل شيء الدول متداخله بعضها مع بعض ويؤثر فيها تؤثر في بعضها، وكاين دعوات دوليه لي يعني افساد الكون، حتى ان شي واحد لقيتو داير واحد التدوينه تيقول الشيطان دابا غير يمشي يرتاح صافي، راه الناس قايمين بالدور ديالو على احسن الوجوه، وماشي بحال شحال هادي الشيطان كان يوسوس، هادو دابا كيجيو بالقرارات السياسيه من اعلى وكيفرضوها على الدول. واش الاخوان كتخيلوا ان المثليه الجنسيه بمعنى اخر اللي هو باش نكونوا زعما واضحين اللي هو جريمه فوق الزنا، ان هاد المثليه الجنسيه يولي كيجي بها يعني تعليمات من اعلى المستويات في الكون، ولا تكلمتي مع شي مثلي جنسي ولا شي حاجه تقلب عليك الدنيا. والعري، وقال لي واحد الاخ اليوم قال لي السيد الاله، قال لي شي فتاه ما لبساش بزاف مشات للوفر، جات دخل ما خلاوهاش دخل، قال لها خصك تلبسي بطريقه لائقه، فهمتيني ولا؟ مشات جابت مجموعه ديال الفتيات كلهم لابسين بنفس الطريقه، ودخلوا ملي دخلوا للداخل حيدوا اكثر ما كنا يلبسن، وقامت المناصره ديالهم. دابا هذا الشيء ولا صعيب جدا ولا مفروض، وكيخصنا المقاومه. ما تشوفوش اليوم في غزه انه الناس دايرين الانفاق وهابطين وكيتقاتلوا مع واحد العدو اللي كيقتل فيهم، فهمتيني ولا لا؟ يعني العشرات كل يوم، واللي اليوم وصل العدد ديال القتلى انا كنعتبر الى 100,000 على الاقل، واخا تيقولوا 40,000 ماشي 40,000، هذه 40,000 غير التي استطاعوا ان يحصوها، بمعنى انهم خرجوها من تحت الانقاض واستطاعوا يدفنوها ويعرفوا الاسماء ديالها، لا هذا اكثر من 40. ملي تشوفوا الناس بحال هكذا عرفوا بانه هاد الناس اللي في غزه راه هما تيحاربوا نظام كوني، يعني ممثل في دولة إسرائيل أو ما يسمى دولة إسرائيل، وتفعل ما بدا لها باعتبار أن والزعماء ديال هادو هما تيغوتوا تيقولوا هاد الشيء راه غيأدي بنا للهلاك، هذا راه باغي يحارب الإسلام، وفعلا راه هاد الشيء باغيين يحاربوا الناس الإسلام. ولهذا حنايا اليوم من مواقعنا، لأنه حنايا ما غاديش نحفروا الأنفاق ولا غنحملوا السلاح، هذه بلادنا وهذه دولتنا وهذا الملك ديالنا، حنا نريد ان نكون عنصر قوة له ولدولتنا ماشي عنصر اضعاف. وهذا الشيء هذا كيقتضي منا اننا نكونوا في شي موقع، كي داير هذا الموقع؟ طبعا كل واحد عنده الدور ديالو، العلماء عندهم الدور ديالهم، الجمعيات عندها الدور ديالها، الاحزاب السياسية عندها الدور ديالها، حنا حزب سياسي عندنا مسؤولية امام الله سبحانه وتعالى وامام دولتنا باش نقويوها باش تكون قادرة، لانه البلاد الا قويتيها تقدر توقف في وجه الضغوط، الا ما قويتيهاش فيجي عندنا وزير ديال العدل، هذا وزير العدل كيف يعقل ان يكون وزير للعدل ويبدا يدافع على 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 العلاقه ما يسمى بالعلاقات الرضائيه؟ راه بعد هذا الشيء هذه غير اسماء، فهمتيني ولا؟ اللي تخليط الامور، ما كاين لا علاقات رضائيه لا والو، كاين الزنا وكاين اللواط وكاين الاغتصاب، هذا الشيء اللي كاين، وكاين الفساد. هذا ماشي وزير عدل، هذا وزير فساد، وليس من المعقول أن يبقى وزيرا في حكومة أمير المؤمنين، ليس من المعقول. ويعني هذا الشيء هذا كيفاش غنديروا نواجهوه؟ بطبيعة الحال كيمكننا نواجهوه في المواقع، يمكننا نواجهوه في الصحافة، يمكننا نواجهوه، ولكن الإخوان الكرام البرلمان هو البرلمان، يعني هذوك 13 الأخ وأخت اللي عندنا في ذاك البرلمان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم من بركته، وخا هما عددهم قليل عندهم دور وعندهم تأثير اللي ما كاينش عند ربما الأمين العام ديالكم. ولهذا حنا ملي كنقولوا للسي عبد الصمد يمشي، ما تنقولولوش يمشي للبرلمان لا سخر الله ونجح، إن شاء الله الرحمن الرحيم لا بغى الله ينجح غينجح، تنقولوا له يمشي لأنه باش يدافع، لأنه
باش يتضاف الإخوان ديالو يدافع من داخل قبة البرلمان، لأنه 13 ماشي 14. وبالنسبة لحزب العدالة والتنمية واحد اليوم راه ماشي سهل، هذاك ما غادي يكون إن شاء الله الرحمن الرحيم مؤشر. هذا الشيء الإخوان اللي كنتكلم معكم عليه مرتبط بالدين ديالنا، مرتبط بالوطن ديالنا، لأنه خصنا نتفاهم. راه الإخوان التعليم اللي كنتكلموا عليه كاين فيه بزاف ديال الحوايج مرتبطين بالمصالح، وكاين أشياء مرتبطة بالبرامج ومرتبطة. هذا التعليم الإخوان راه هو اللي كيكون لكم الأولاد ديالكم. هذوك الناس ديال غزان اليوم إلا شتيوهم يسترخصون الموت في سبيل الدفاع عن وطنهم وفي سبيل الدفاع عن فلسطين وعن المسجد الأقصى، فلأنهم يعني ترباوا تربية إسلامية حقيقية وانتشر فيهم حفظ القرآن حتى أصبح يحفظه الأطفال والنساء بكثرة، وتيجي وتيقرأوا القرآن من الفجر حتى المغرب غير بالعراضة، كيعرضوا القرآن الكريم من الفجر حتى المغرب، والإنسان تيكمل المصحف الكريم. هادو دراري صغار اللي بحال هكذا، ملي الانسان هاد المعاني كتدخل معاه. وهذا الشيء اللي كنقول لكم دابا حنايا خص المغاربه يسمعوه ويفهموه ويعرفوا باللي ضروري. راه ماشي المغرب الاخوان دوله اوروبيه، والدول الاوروبيه اصبحت مهدده. فرنسا الان الا كتسمعوا كتتبعوا الناس ديالها تيقول لك فرنسا ما غتبقاش موجوده، مهدده بالزوال كدولة عندها تاريخ وعندها إسهام في الحضارة الإنسانية، وهي مولاة حقوق الإنسان إلى آخره، وكانت دولة استعمارية كبرى. وكانت هذه فرنسا اليوم مهددة. المملكة المغربية دولة إسلامية استثنائية، عاشت قرون وقرون وهي تدافع عن الإسلام في غرب الأمة الإسلامية، وخصها تستمر في هذا الدور. وواحد المرة قال لي واحد من الأمراء ديال الخليج، قال لي هل ملنا لا نحن إلا إخواننا المغاربة، هما تما في الخليج ولكن كيعرفوا باللي الدفاع اليوم راه كيبدا هنا في المغرب. وغادي يبقى دائما الإنسان كيتعجب كيفاش نابليون خرج من فرنسا ومشى حتى لمصر وما فكرش باش يجي للمغرب أولا، وملي دخلوا للجزائر دخلوا في 1830 ما حطوا رجليهم في المغرب حتى 1912 بعقد حماية وليس استعمار. هاد الدور الاخوان ديالنا راه دور في هو فخر لنا، نعم صحيح، ولكن راه يعني مسؤوليه في اعناقنا لكي نحافظ عليه، والا حنا غنكونوا الجيل الذي ضيع المغرب ديال يوسف بن تاشفين، والمغرب ديال السعديين، والمغرب ديال المولى اسماعيل. المولى اسماعيل الاخوان راه حرر الطغور وكاد ان يحرر يعني بليليا وسبته، فهمتيني ولا لا؟ لولا ما انه وقع ما وقع، واستتب الامن في وقته الى اخره. فحنايا خصنا اليوم نفهموا علاش كان باقيين كنديروا السياسه، والا نمشيو نجلسوا حتى حنا في ديورنا. ولكن غنقول لكم واحد القضيه، راه الا مشيتي وجلستيو في ديوركم مع عيالاتكم ومع وليداتكم وليتيو مشغولين بالثمن ديال البطاطا وخيزو والطلامط وداك الشيء اللي عزيز عليكم، فهمتيني ولا لا؟ راه ما عندكم حتى شي ضمانه على ريوسكم، وخصوصا ما عندكم حتى شي ضمانه على اولادكم. انا شحال تنفكر دابا في الاولاد، شي مره تنبقى نقول هاد الوليدات اللي ولدنا وهاد الحفيظات اللي ولدوا ولادنا شنو هو المستقبل ديالهم؟ راه ما كاينش شي طريقه باش تدافع على المستقبل ديالك الا باش تقوي بلادك، وبلادك غتقويها من خلال الرجال الاقوياء، والرجال الاقوياء لا قيمه لهم ان لم يكونوا في الاماكن القويه. والبرلمان دابا غتقولوا لي الاخوان بلي البرلمان فيه الفساد السلبي، صحيح البرلمان فيه الفساد، فيه دابا 30 واحد متابعين وربما شي عشرات ديال الملفات اخرى. هاد البرلمان الاخوان غادي يكون فيه الفساد الا ما كنتوش فيه نتوما، او الليله جمن هو احسن منكم. وانا ما كرهتش الصد، لانه هاد الشيء اللي في الاول تخيلنا ان ربما هاد الناس اللي غيجيبوا بعض الناس، وإذا به أنتم كتشوفوا هذه البيعة والشرية ديال العدالة والتنمية. اعتبر أنه قضي عليها سنة 2021 وجبنا هذوك 13، فهمتني ولا لا؟ وتخيلوا الناس الخصوم ديالنا الحقيقيين اللي كاينين في الدولة وخارج الدولة، واللي النهار الأول مشاو مع الأصالة والمعاصرة، وملي الحمد لله تهرسات على الصخرة ديال العدالة والتنمية، وهذه هي الحقيقة. يعني حولوا الكره للاحرار،
ودخلوهم معاهم فهمتيني ولا، وداروا شويه ديال 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 الديكور بالحزب الاستقلال الجديد مع الاسف الشديد. وانا هذا يؤلمني لان حزب الاستقلال حنا عندنا ارتباط معاه، وكنشوف انا باللي ماشي بلاصتو مع هذه الحكومات، بلاصتو يكون معانا في المعارضه حتى الا كنا في الحكومه يقدر يكون معنا في الحكومه. هذا حزب ديال علال الفاسي رحمه الله. الا كان حزب ديال علال الفاسي خدام مع 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 حكومه اللي فيها اللي كيطالب بالعلاقات الرضائيه فعلى الدنيا السلام. ولهذا الاخوه التي نشرب واحد شويه الماء الله يرحمكم الوالدين. ولهذا الاخوان ملي كتجي الانتخابات، ملي كتجي الانتخابات واخا كتجي الانتخابات الجزئيه، حنا عارفين، حنا عارفين في هذه الانتخابات الجزئيه شكون اللي شكون اللي شكون اللي غيتواجه معانا. بغض النظر على بعض الاشخاص، انا ما كنعرفش بزاف شي اشخاص زعما معروفين بالنزاهه وكذا الى اخره، ربما كاين شي وحدين اقصى اليسار الى اخره ما عرفت. ولكن اللي كنعرف هو انه هاد 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 المقعد هذا بحال اللي قالوا الاخوان كان فيه شخص يعني جالس يعني يعني كيعطي الدليل، بالاضافه لانه ما عنده حتى علاقه بالسياسه، ما عمرنا سمعنا عليه. قال لك الاخ ما عمرنا سمعنا عليه، الاخ الحسن ما عمرنا سمعنا عليه في ثلاث سنين، ما عمرنا سمعنا عليه من قبل. انا مازال ما فهمتش هذه القضيه في هذا المغرب، كيجيك شي واحد ما عمرك سمعتي عليه ولا تعرف شي حزب ولا كان عنده شي ماضي، بين عشية وضحاها كيصبح نائب برلماني، وبين عشية وضحاها كيصبح وزير، مع ان الدول الاخرى كتشوف بلي الاشخاص اللي تيوليو وزراء واللي تيوليو نواب برلمانيين تيكونوا معروفين من قبل، تيكونوا معمرين الدنيا بالضجيج ديالهم والغوات ديالهم والكلام ديالهم في القضايا ديال الامه وديال الشعوب ديالهم وديال الدول ديالهم. هذا جابوه ردوه نائب برلماني، ما قدرش غير يحترم المبادئ والاخلاق اللي خصو يتحلى بها كل انسان كيمثل الناس في واحد الامه بحال المملكه المغربيه في العالم كله، ولكن بحال المملكه المغربيه اللي هي دوله اسلاميه. ومشى كيعطي الشيكات بدون رصيد، وبلا شك ماشي هذا هو الشيك الوحيد فهمتيني ولا، حتى 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 يعني تم تجريده من هذه من هذه الصفه. اذا لنقلها بصراحة، المؤامرة اللي دازت من البلوكاج، باش نكونوا واضحين، من البلوكاج الشهير حتى 2021 باش جاء يعني أخنوش، فشلت وجابت ناس اللي الدولة، اسمعوا مزيان اش نقول لكم، الدولة انتبهت باللي إلا بقات الشؤون ديالها في يد بحال هاد المخلوقات، هذا راه هذا بعدا اللي عطى الشيك بدون رصيد، هذا راه كيظهر من الصالحين بيناتهم، لان الاخرين راه داك الشيء اللي عندهم راه داك الشيء فهمتيني ولا، راه داك الشيء دابا ماشي شيكات بدون رصيد، ماشي اللعب في الاقوات ديال العباد واللحوم والعقارات و و و و لا، بغيتيو تشوفوا هذاك الشيء شوفوا اطلعوا على على كم من شخص فهمتي، والصفقات الناس اللي كانوا كيترقصوا الجماعات ومنهم واحد 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 المخلوق فهمتي ولا، كل ساعه كينوض يخرج ويبدا كيبلبل عبد الاله بن كيران مع عبد الاله بن كيران، العداله والتنميه مع العداله والتنميه، سعد اليمن شتو سكت فهمتي ولا، لان القضاء من من ورائه ها مفهوم 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 فهمتي ولا، فهمتيني ولا الى اخره. الدوله الاخوان واش هاد الناس هادو شكينا بهم حنا؟ من الصال كون شكينا بهم حنا، ما شكيناش بهم حنا، الدولة هي اللي عندها الملفات ديالهم، الدولة هي اللي تبعتهم، الدولة هي اللي دخلت زعماء منهم للحزب للحبس، وباقي هذه القضية ما انتهتش. علاش؟ لأنه الفساد، الفساد يمكن لك تصاحب مع شي واحد فاسد لأنه كيقضي لك واحد المصلحة، ولكن واش عمرك تقدر تثق فيه؟ وملي كتشوفه كيمارس الفساد كتقول هذا غادي يخربها ويخربها عليا حتى أنا. وهذا الشيء اللي وقع للدولة اليوم. الدولة وعات بأنها غلطات، بأنه العدالة والتنمية كان فيهم الخلق الأساسي الأول اللي خصو يكون في المسؤولين على الدولة وهو الأخلاق. العدالة والتنمية لحد الآن ماشي ما كانتش فيها متابعات، في الغالب كانت متابعات كيدية، وفي الغالب الناس ديالها كيخرجوا بالبراءة أو ربما بعض الأخطاء القانونية والإدارية،
ولكن الحفاظ على المال العام وعدم الدخول في 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 النهب وفي السعي هذا الحمد لله لم يثبت على أي واحد منا. وحنا اليوم الإخوان من اللي كنرشحوا الناس بحال السي عبد الصمد أبو زهير كنرشحوا لأن هذه القضية هذه ديال الأخلاق الإخوان راه هي الشرط الأول. الكفاءة ضرورية ولكن ما يمكنش تجيب واحد الإنسان عنده الكفاءة وما عندوش الأخلاق لأنه هذاك يعلم الله شنو غيدير فيك. فكيف إذا لم تكن عنده لا كفاءة ولا أخلاق كما نرى في هذه الحكومة وكما واشتبه هذه الحكومة هذه وزعات 90 مليار ياك السي إدريس 90 مليار ديال الدرهم ياك 90 مليار ديال الدرهم اللي قالت غتوزع من خلال الدعم الاجتماعي وداك الشيء ومع ذلك يعني الشعب لا يحبها. وحنا كنعرفوا دابا ملي كيجيو يتقدموا لهاد الانتخابات الجزئيه يعني علاش كيتقدموا للانتخابات وشنو هي البضاعه التي سيعرضونها. في الغالب سيعرضون الاموال سيعرضون الوراق ديال 200 درهم ولا ديال 300 درهم ولا ديال 500 درهم ولا يزيد او ينقص. وحنايا واحد القضيه حنا الانتخابات ديالنا الاخوان بغيناكم تنزلوا فيها بغيناكم تبذلوا جهد حقيقي بغيناكم تكونوا اتقياء كما كنتم دائما. الا نجحنا مبارك مسعود الا ما نجحناش راه حنا خصنا نبقاو هذاك العنصر اللي تيبقى تيحضر الناس من غضب الله ومن مخالفة الله ومن الوقوع في المعصية ومن الوقوع في الفساد لأنه هذاك العنصر هو اللي ربما إلا سمعوا له ينجو المركب وإلا إلا ما سمعوا لهش فهمتين ولا لا يعني لقد ذهب الله بأقوام وأقوام وأقوام لم يستمعوا لأنبيائهم ولم يستمعوا للصالحين منهم ولم يستمعوا للذين يامرون بالقسط من الناس. ولهذا الإخوان اليوم كاين جوج المسؤوليات كبيرة. المسؤولية الأولى عليكم أشكركم أولا أن جئتم لهذه الكتابة الحمد لله ما كاينش فيكم حتى شي واحد فهمتين ولا لا اللي عطاوه الإخوان شي حاجة باش يجي. إلا شي واحد فيكم عطاوه شي واحد شي حاجة باش يجي يوقف يقول لي السلام إلا دور معايا باش نجي باش باش نخرجوا هو واللي دور معاه والله لا بقاو هنايا يعني. بلاتي هذيك وحده اخرى عاوتاني لا وثم فهمتيني ولا لا راه ما شربتي هذاك الكاس دتاي الا بالتفاوض لان في الاول قلت لهم واش غتوجدوا لي خوان قال لك السعوديه غنعطيهم الماء قلت له هذا ماشي معقول حنا ما كنعرفوش هذه المساله هذه ديال الماء بوحده الماء راه كاين في الروبيني فهمتيني ولا واحد الكويس ديال اتاي وشي بركه واخا على قد الحال. المهم صبروا معنا اللي قالوا اش يقولوا قبلوا علينا اللي تيقولوا المغاربه. فانتم الاخوان عندكم مسؤوليه راه ما بحال اللي قال لكم السي عبد الصمد ماشي تدافعوا عليه واخا انا ما متفقش معاه يبقى يقول انا ما عندي غرض بهذا الشيء. لا عندك الغرض ما عندكش الغرض لهذا الشيء باش تكون في البرلمان من اجل الوجهه او من اجل المصالح وان كان هذا يمكن ان يكون هدفا يعني اضافيا ولكن عندك الغرض باش تدافع على بلادك وتدافع على دينك وتدافع على امتك وتدافع على القضيه الفلسطينيه في البرلمان. راه واحد في البرلمان احسن من 10 خارج البرلمان كيتكلموا على القضيه الفلسطينيه السي عبد الصمد. اذا انت راغب باش تنجح ان شاء الله الرحمن الرحيم ولا بغى الله غادي تنجح ان شاء الله الرحمن الرحيم. خاصكم الاخوان تقوموا بالدور ديالكم اتصلوا بالناس اللي كتعرفوا ساكنين في هذه المنطقه بالتليفون مباشره ديروا خرجات فهمتيني ولا لا. المسؤوليه الثانيه بحال اللي قال الاستاذ تحملوا للناس المسؤوليه. واش دابا هاد الناس هادو دابا هاد المواطنين ديال الرباط المحيي واش عاجبهم الحال مع هاد الحكومه؟ الى عاجبهم الحال سيدي صوتوا على هاد الاغلبيه ويديو هاد المقعد حتى هو يزيدوا لذاك ال 100 وشحال عندهم 100 وشحال 102 عندهم 102 ياك 102 فهمتيني ولا لا. هذاك 102 رقم مشؤوم هذاك هو اللي جابت البا من المره الماضيه بقاو محصورين فيه فهمتيني ولا لا. خليهم اسيدي يمشيو يصوتوا. هما دابا الناس كيقيلوا يشكيو واسيدي كتقيلوا تشكيو ايوا شنو ما بان لكم والو
نسيتيو العدالة والتنمية، نسيتيو المرحلة ديال الاستعمار الانكلاب، نسيتيو النهار اللي صوتيو عليه 125. حنا ما محتاجينش نديرو حملة انتخابية الاخوان، حنا درنا الحملة الانتخابية ديالنا سنوات هذه، والناس عرفونا وعرفوا الحمد لله الاستقامة ديالنا، وعرفوا الحمد لله النظافة ديال اليد ديالنا، وعرفوا الحمد لله المشاريع الكبيرة اللي استطعنا ندوزوها في البلاد واللي فيها المصلحة ديال الدولة، وعرفوا الحرص ديالنا على عموم المواطنين. حنا ماشي كنديروا هذا الشيء. هذا شكون اللي رفع الأجور في الإدارة من 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 بعض المرات والو 3000 درهم؟ شكون اللي زاد الناس في القطاع الخاص 10%؟ فهمتيني ولا على مدى سنتين؟ شكون اللي رفع الإخوان؟ سمحوا لي، هاد المغاربة كينساو، خاصكم تفكروهم. شكون اللي كان في الأسرة ديالو الناس كياخذوا في التقاعد في المعاش كياخذوا 30000 ريال في 3 شهور، ولا كياخذ 30000 ريال في الشهر؟ بلا الأراميل. هادو مالين اللي كانوا كياخذوا 6000 ريال في الشهر و7000 ريال في الشهر و4000 ريال في الشهر، وبعض المرات غير 200 درهم و100 درهم في الشهر. دابا كتجيهم 30000 ريال او 6، ما كاينش ريال ناقص على 30000 ريال. بلا ما نتكلموا على الأراميل حنايا درنا لهم واحد القدر معين، صحيح ماشي كثير، ولكن الحمد لله بدات المراه كتقبض 21000 ريال اللي كانوا عندها 3 دراري، كتقبض 14000 ريال اللي كانوا عندها 2، كتقبض 7000 ريال اللي كان عندها 1. جاوا هادو قال لك غادي يحيدوا الأراميل. المهم دابا شنو عندهم؟ خصهم يحيدوا من الذاكرة العدالة والتنمية ويحيدوا عبد الإله بكير. إذا حيدوا الأراميل وسموها الدعم الاجتماعي المباشر. ولكن المرأة اللي كانت كتقبض 21000 ريال ردوا لها 10000 ريال. والله ما تفك مع ديك المرأة يوم القيامة سي أخنوش. أش داك لها؟ واحد الدرية صغيرة عندنا عطاتها واحد السيده في الاسره، عطاتها 100 درهم ما قالت لها واه قرات معاك القران وتعطيك 100 درهم سير ردها لها. قالت لها ماما دوني سي دوني ريبروندر سي فولي. فهمتي ولا نترجمها لكم؟ يوم ما صفقتيوش على الدريه. دوني سي دوني ريبروندر سي فولي. استي اخنوش فوزيت ان فولر، وزات انفولر. سرقتي الأرامل اللي كانوا كياخذوا 11000 ريال 21000 ريال، سرقتي لهم 11000 ريال في الشهر. وسرقتي الأرامل اللي كانوا كياخذوا 14000 ريال 4000 ريال في الشهر. وزدتي لهذوك اللي كانوا كياخذوا 7000 ريال 3000 ريال، وحيدتي واحد العدد، لان داك المؤشر ديالك، داك المؤشر الشيطاني اللي درتي، اللي شرى تليفون كتحيد ليه، اللي شرى بشكل كتحيد ليه، اللي انت مالك السي اخنوش، انت ما كتعرفش شنو هي 11000 ريال، لان انت تقدر 11000 ريال تعطيها غير لشي واحد الا كان كيحضر لك الطوموبيل تقدر تعطيه 11000 ريال. هذوك الناس راه 11000 ريال تيعيشوا بها شهر. اسمح لي بوزابي طور، خالفتي المبادئ، خالفتي القوانين، خالفتي الدين، عماتك المسؤوليه. شنو غادي تكون السي اخنوش؟ انت شنو غتكون؟ ياك انا اللي جبتك من، يعني كان اللي طلبت من سيدنا يجيبك من فرنسا باش تولي معايا وزير، وكبرنا بك انت ولا مشيتي حنا ماشي مشكل تولي رئيس حكومه، الله يكمل لك بخير، دير الخير وعلى الاقل ما ديرش الشر. هذه ديال 11000 ريال هذه انا كنقول لك وجد راسك باش تجاوب الله تعالى عليها. اش غيقول لك يوم القيامه؟ دابا ماشي غير هادي يا الاخوان، دابا ملي دخلوا هما هانتوما كتشوفوا ولا لقينا الراحه. هالمشكل ديال التعليم بقاو كيمشيو ويجيو، فهمتي ولا 3 شهور ضيعوا الدراري 3 شهور ولا 4 شهور ديال القرايه، وفي الاخر رجعوا بالتنازل على كل شيء اللي داروا. هالمشكل ديال الطب ضيعوا لينا 25000 طالب، ضيعوا لينا ليهم سنه حيت ما قدوش يتفاهموا معاهم من النهار الاول، ما كيعرفوا يتصالحوا وما كيعرفوا يتخاصموا. هذه الحكومه هذه حكومه زرقاء، ياك هذا هو اللون ديال الاحرار زرقين. هذه الحكومه هذه حكومه زرقاء، ولكن الاخوان
راه واخا يكون اللي كان راه ما يمكن لكمش تبقاو تتحاربوا الحكومه يعني غير بعدم الرضا ديالكم ملي كتجمعوا فهمتيني ولا تقولوا هذه الحكومه دايره ما دايراش. هذه الحكومه الاخوان خصكم تحاربوها بالنزول للمعركه، والنزول للمعركه هو تنزلوا عند المواطنين اللي دابا بحال 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 ضيخين بحال ما عارفينش اش يقولوا. فهموهم قول لهم حنا باقين هنا، حيت العداله والتنميه باقي باقي في 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 في, في, في الساحه وموجود ومستعد باش يدافع عليكم، ولكن انتم خصكم تحملوا مسؤوليتكم. إذا كنتوا باغيين تصوتوا ب 4000 ريال و 6000 ريال و 8000 ريال سيروا بحالكم، انتم ما صالحين ليناش. ولكن إذا كنتوا باغيين المعقول باغيين المبادئ، باقي واحد الحزب تيأمن بالمعقول تيأمن بالمبادئ تيأمن بالقيم، وهذا الحزب هذا راه اليوم تيعرض عليكم نفسه من جديد. رغم أنكم داك الشيء اللي وقع في 2021 عندكم فيه مسؤولية ماشي مشكل، ولكن اليوم إلا عاودتاني تحملتيو معنا المسؤولية وصوتيو معنا وكانت فيكم الشجاعة تخرجوا نهار 12 يعني تمشيو تصوتوا فهمتيني ولا، راه ستجدوننا الى جانبكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. وعبروا على رايكم، ما تبقاوش غير كتهضروا غير في شؤونكم. المغاربه فين الرجله؟ فين الشجاعه؟ فين المبادئ والقيم؟ فلهذا الاخوان ديالنا الكرام دعوتي لكم اليوم انكم من هنا ل 12 في الشهر شحال؟ 11 يوم بقات 11 يوم، هذه ماشي كثيره. تكلوا على الله، خدموا تحركوا فهمتيني ولا، الى العداله والتنميه نجح ان شاء الله الرحمن الرحيم في الانتخابات. وانا نقول لكم واحد القضيه، داكشي ديال الفلوس وداكشي انا ما تيهمنيش. طبعا انتم خصكم تحاربوا داكشي، الا لقيتيو شي حاجه تحصلتيه، ولكن علاش ما تيهمنيش؟ لان كنقول الا كان لو كان هذاك الشيء كينفع كون نفعهم في 2011 وكون نفعهم في 2016 و2015. ملي كتكون الحمله قويه هذاك الفلوس وداك الشيء بحال داك اللي ديك اللي كيديروا التسونامي، اللي ديك داك الخناشيد الرمله وداك الشيء، الا جات التسونامي تيفوت داك الشيء كامل. واش باغيين تكونوا تسونامي؟ وتدربوا بعدا ب 2025 2026 ان شاء الله تكونوا تسونامي، ولكن خصكم تدربوا. واش التسونامي كيبقى ناعس حتى 2026 عاد كينوض من روح؟ لا، هذاك التسونامي ديال الله، اما التسونامي ديال عدلو التنميه خصو يتدرب. واش فيكم شي ما يتدرب ولا والو؟ لا الحمد لله فيكم شي بركه، فيكم شوف فيكم شي بركه، راكم جيتيو اليوم بهذاك الايمان اللي فيكم الحمد لله، وذاك الروح اللي باقيه فيكم. حنا توكلنا على الله ورشحنا الاخ ديالنا السي عبد الصمد ابو زهير، وقبل هو باش يترشح، رغم انه يعني ما كانش الحماس اللي ربما في الاول مطلوب، ولكن في الاخر قبل وسمعتيو الكلمه ديالو الحمد لله كانت قويه. انتم من جهتكم خصكم تقوموا بالدور ديالكم، تحملوا الناس المسؤوليه الدور ديالهم، والمعركه ما غتنتهيش وما مفكينش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.